عمان بالنسبة لها حرب اليمن حرب لم تكن تتمنى حصولها في الموقع الأول كبداية، وكانت منذ البداية تميل إلى الحلول السلمية، تميل إلى تدارك الأزمة، محاولة منع حصولها. يعني اليوم في الدراسات الأمنية والسياسية الكل يتحدث عن مسألة منع الصراعات من الوقوع في المقام الأول، وهذا ما لا نفكر فيه في العالم العربي للأسف. منطقة التدخلات في العالم العربي غير أنه قائم على المصالح والتوسع، أيضا هو قائم على مسألة أحيانا في أفضل الاحتمالات كطفاية حريق، ولكن لا تقوم بمنع وقوعها منذ البداية.